أنا اسمي سامح جامل، ممثل الشرق الأوسط شمال أفريقيا في مجموعة الأمم المتحدة للأطفال والشباب. احنا موجودين في المؤتمر علشان نتكلم مع الوزراء ومسؤولين وصناع القرار المصريين والدوليين ان احنا نشرك الشباب اكتر في صناعة القرار، بحيث انه يكون في مجالس استشارية للمحليات، للمحافظات، للوزارات، لرئاسة الجمهورية، للبرلمان، وكمان يكون في اشراك اكتر للشباب من مش بس من خلال الاستشارة لكن من خلال صناعة القرار نفسه. احنا عملنا كذا لقاء مع كذا وزير مصري واجنبي، ونتمنى انه نشوف ثمار فعلا حقيقي للكلام اللي احنا قدمناه. عندنا متابعة مع الوزراء دول بعد المؤتمر ما يخلص ان شاء الله، فان شاء الله خير. رسالتك النهاردة للشباب في العالم كله؟ رسالتي للشباب في العالم كله ان انتوا صوتكم بيأثر، فمحدش يستهين بصوتكم. الصوت الشباب زي ما حد من الوزراء قال لنا ان انتوا يعني the most annoying thing، انه اكتر حاجة رخمة. يعني ليه؟ لان انتوا على طول عايزين كل حاجة تبقى ماشية صح، عايزين كل حاجة تبقى معمولة بالشكل المناسب، وده بيضايق مش الوزراء بس، بيضايق المسؤولين اللي هم تحتيهم. مش عايزين ان عايزين بس يا عم خلص واجري يعني. فصوتك ما تستهينش بيه. المنتدى هو فرصة كويسة جدا ان احنا نعرف نقعد مع صناع القرار دول. لولا وجود منتدى زي ده، يعني المنتديات اللي هي زي كده، احنا ما بنعرفش نقعد مع صناع القرار غير في حاجات زي كده.